الكمون، هي دي الافيون، او هي دي الايه؟ الحته الافيونه دي هي البني، هي دي الافيون. خلاص؟ طيب من الافيون بقى يطلع المورفين اللي احنا بنستخدمه في كليه الطب. يبقى من الافيون يشتق من ايه؟ الابيض للبطاطس ومنها. الابيض ده بقى يطلع منه المورفين ويطلع منه الكودايين بتاع ادويه القرح. كان زمان يا اولاد كان في دواء اسمه كوديلور. اكتشفوا ان المدمنين ابتدوا يستخدموه طخ 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 منعوه. طب لها دكتور ده في الصيدليات في بس يعني الكوديلور ده تاخد منه معلقه طب تشرب. دلوقتي بقى اشرب 50 ازازه لو لقيت. طبعا الشرب ماده فعال ماده تمام؟ لانه ادمان قرني ده النورفين. يبقى الأبيوم يطلع منه المورفين. طب ايه الفرق بين الأبيوم والمورفين؟ المورفين جاي من اسم مورفيوس اللي هو اله الجاد اوف دريمز، ان اللي بياخد مورفين بيطير في الاحلام يبقى مفارق وسعيد، عشان كده سموه مورفين من مورفيوس. طب ايه الفرق بين الأبيوم والمورفين؟ الفرق ان ده حضرتك تكليم انجستد او تنفيه سجاير، اما المورفين لازم انجكتد. الابيوم عنده ميكونيك اسيد وليه رائحه جميله، ريحه اوضه مين؟ اوضه مين؟ اوضه البنات. ريحه رهيبه. ده ما عندوش ريحه. المفروض عندك اول سؤال صح وغلط. يقول لك مين اللي عنده يلخبطك ولا مورفين هاز كاركترستيك اودر. لا ده الابيوم. في ناس تطلع تقول ما خدتش بالي مش خدتش انا قلت ايه؟ ميكانيك عكس ما تتوقع، لان مش ماشي مع الالم، المورفين مش ماشي مع الميكانيك. المورفين يطلع مورفين، اما الابيوم يطلع ميكانيك، الميتابولايت بتاعته ميكانيك، ريحه المدينه الجميله دي. يبقى الفرق اي ابيوم خلاص؟ بعد كده طلعوا لنا المورفين والكودانين اللي هو قلنا ايه؟ دي حاجات نشر رباني؟ لا دي سيمي سينثيتك ابتدينا ندخلهم في المصانع. دخلنا بقى على حاجات ثانيه سينثيتك كومبليتلي سينثيتك. ايه بقى؟ من المورفين يا ولاد طلعوا سوري السيمي سينثيتك اللي هي الهيروين. السيمي سينثيتك طلعنا الهيروين. يبقى الشله دي طالعه من الابيوم، طالعه من الابيوم بالزرع اللي هو الناتشر. أوبيوم مورفين كودايين وفي كمان مش عارفة 20 و25 ألكالون، حاجات كتيرة في الثمرة. بعد كده راحوا مصنعين هيروين السيمي سنتات. بعد كده دخلوا في حاجات مصانع بيقول لي مالهاش علاقة بالنبات اسمها الترامادول اللي هو في السوق. يبقى هي الأول مورفين وأوبيوم من عيلة واحدة. بعد كده قلبوا على الهيروين. الهيروين خلي بالك بقى الهيروين هما ليه قلبوا عليه؟ قال لك المورفين بيضايقنا. ليه بيضايقكم؟ بيعمل كونستيبيشن. فصنعوا حاجه ما تعملش كونستيبيشن. ايه اللي ما بتعملش كونستيبيشن؟ الهيروين. الهيروين ده عباره عن ايه؟ داي اسيتايل مورفين. يعني ايه داي؟ يعني مرتين اقوى من المورفين من اسمه، بيقول لك داي اسيتايل مورفين، يعني مرتين اقوى من المورفين. هو اقوى من المورفين في ايه؟ انه يزيل الالم، يزيل القحه، بس مور ادكتنج، مور ادكتنج كارثه الهرمون. يبقى المورفين بيستخدموه طبعا بين كيلر، انتوا عارفين كانسر، الحاجات دي انا مش هدخل فيها. الهرمون اقوى اقوى، بس اقوى بايه؟ داي، هو اسمه داي اسيتايل.
نيجت الترامادول مع الكونفرجنس. الترامادول عامل 5000 علامه، 5000 علامه. الترام عشان ابقى تمام، عشان بيطلع لي حاجات الانتي ديبرسنت، بيزود لي السيروتونين، بيزود لي النور ادرينالين. بيشتغل ميو وماو، الترامادول ميو وماو، ماو انهبيت بيطلع السيروتونين والنور ادرينالين. السيروتونين اللي بيخليها تمام مبسوطه وتقدر تشتغل. انت دايما يقول لك الهرمونات السعاده ايه؟ يقول لك خد سيروتونين، خد الموز، خد الشوكولاته، خد الحاجات اللي بتزود السيروتونين. هو فعلا الترامادول بيخليها تشتغل وتنظف بيوت وتنظف ثلاث شقق في اليوم وتقعد، بس فجاه تلاقيها بتتشعل رجلك اصلها اخذت ترامادول. كونفرجنس اخذت ترامادول اوفردوس. يبقى عادي مع الكونفرجنس 5000 عام. هي دي بس المعلومات في الاول اللي عايزاك عشان الصح والغلط والامثله. ندخل بقى في الدرس. اول حاجه ايه الكونديشن اوف بايس؟ انتوا قولوا لي بقى. اول حاجه اكسيدنت. عندي اربعه، ينفع اقول تشيلدرن؟ ها الله ينور عليك، بس ازود تشيلدرن اوف ادكت. مين اللي عنده اوبيوم في البيت؟ انا عندي اوبيوم بس انا عندي لا. المورفين صعب طبعا ان الطفل يفتح المورفين ويعملها كده، لا تبقى اوبيوم. بيبقى فعلا الراجل خدت حته افيونه ودخل الحمام وابنه جه فتح الشوكولاته، ده مش ابنه والله. في حاله ام الادت، ام الست الكبيره دخلت عليه، انا افتكرتها بلح في رمضان اما افطر عليها وراحت اخدتها. ما حدش يسال بقى في اسئله يعني مش باينه، يا حبيبتي هي اللي نظرها ضعيف وعندها حاسه الشم مش عارفه ايه، ولا اخدت ست كبيره يبقى تشكل. عايز اقول تشكل اوف ادكت. ينفع وركرز؟ ينفع وركرز؟ ده يبقى حرام. لو شركات ادويه، شركات ادويه تاخد المورفين ويقعد يحكي، لا ده يبقى حريم مؤمن. وركرز لا. ينفع فور ثيرابيوتيك؟ بتوع الكانسر لا قدر الله، بتوع الكانسر قاعدين بياخدوا مورفين 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 مورفين، فجأة ابتدى ياخد مره. هو مش هيتكلم الدكتور يقول له اخد تاني، لا لا هو عرف اللعبه واهله عرفوا اللعبه،